العديد من الأطفال البرازيليين تضيع أحلامهم بسبب الفقر. أمي استطاعت حمايتي من ذلك المصير. تلك الجملة تلخص ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو. إننا بصدد التعرف على قصة بطل صنعته بطلة أكبر. إنه الطفل البرازيلي ذو 7 أعوام الذي لولا أمه كان تشرد واتجه للجريمة، إلا أنه بفضلها أصبح واحدا من أشهر لاعبين العالم وأنجحهم في عصرنا الحالي. غابرييل خيسوس، النجم العالمي الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرازيلي، والذي تعد قصة نجاحه واحدة من أكثر القصص الملهمة. فما هي وما علاقة أمه بما وصل إليه؟ وهل هو حقا الولد المدلل الذي لا يتحرك سوى بأوامر والدته كما وصفه البعض؟ ولد غابرييل فرناندو دي خيسيوس في 3 أبريل سنة 1997 في حي جاردن بيري في ساو باولو بالبرازيل. في طفولته هجره والده وهرب مع فتاة صغيرة ليتركه وحيدا رفقة أمه التي اضطرت على تولي مسؤوليته. إلا أنها وبعكس الكثيرات مما تخلين عن أطفالهن، تمسكت بغابرييل بل أصرت على أن ينشأ في ظروف مختلفة عن باقي أطفال حيه. فبدأت تعمل بشتى المجالات كي توفر له المال الكافي لإعالته وتوفير حياة كريمة له، أهم ما فيها أن يلتحق بالتعليم ويبتعد عن حياة الإجرام التي كانت منتشرة في المنطقة التي يعيشون بها. بدأ غابرييل رجولته في وقت مبكر للغاية، ففي 7 فقط من عمره بدأ يشعر بالمسؤولية تجاه والدته لما رآها ما تقوم به من أجل إنقاذه. وبرغم كل تضحياتها والمجهود الذي بذلته، إلا أنه لم يكن كافياً، فتفاقمت الديون فوقها، ليجد غابرييل نفسه مضطراً للعمل لمساعدة والدته على النجاة من صعاب الحياة. في تلك الأثناء لم تقبل والدته أن يعمل، وأصرت على أن يلتحق بالمدرسة، إلا أن خيسيوس لم يتنازل عن الفكرة، ففكر أن يستغل موهبته في كرة القدم لجني بعض المال. وبالفعل بدأ الطفل الموهوب غابرييل في لعب كرة القدم في بعض الأندية الشعبية في منطقته، وجنى بعض المال من كرة الشوارع. ومع هذا لم يكن المال الذي يجمعه كافيا لمساعدة والدته. بمرور الوقت وتحديدا في عام 2013 بدأت موهبة الفتى المهاجم تبرز للكثيرين، على رأسهم نادي باليميراس البرازيلي الذي يعد واحدا من أكثر الأندية الشعبية في البرازيل. وبالفعل في الأول من يوليو لعام 2013 وقع عقدا مع فريق الشباب، ونجح أن يختم الموسم هدافا للفريق بتسجيله 54 هدف في 48 مباراة، ليتم تصعيده للفريق الأول في يناير من عام 2014 بعقد لمدة 3 سنوات مع 2 سنين تجديد وبراتب 15,000 ريال برازيلي للسنة الأولى، يصل ل4 أضعاف في السنة الخامسة. استمر غابرييل في فريق الشباب للنصف الأول من عام 2014 وتمكن من تسجيل 37 هدف في 22 مباراة، مما لفت أنظار بعض الأندية الأوروبية له. في أولى مواسمه كان نادي باليميراس على وشك الوقوع في كارثة حقيقية، وهي الهبوط للدرجة الثانية، وكان غيسوس في تلك الأثناء بديلا على مقاعد البدلاء في بداية الموسم، وقد لقى مدرب الفريق انتقادات واسعة لما وصل له حال الفريق تحت قيادته، إلا أن بدأ بإشراكه فسجل 4 أهداف من 20 مباراة شارك فيهم كبديل، وساعد فريقه على هزيمة سانتوس والتدويج بلقب الكأس، كما فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد. وفي موسم 2016 بدأ خيسيوس المشاركة كأساسيا فسجل 12 هدف طوال البطولة، وساعد باليميراس للتتويج بلقب بطولة الدوري للمرة الأولى منذ عام 1994، وتم اختيار غابرييل كأفضل لاعب في الدوري البرازيلي. لم يكن كل هذا التألق نتيجة اجتهاد غابرييل وحده، فوالدته كانت التي تشم رائحة نفسه وهو في عمر المراهقة للتأكد من أنه لم يدخن أو يشرب الكحول. كان لها نصيب الأسد في هذا النجاح، فهي السر وراء احتفاله الشهير بحركة إمساك الهاتف، حيث يعني بها غابرييل أنه يخاطب والدته بسبب أنها كانت دائمة الاتصال عليه والاطمئنان من أنه بخير.
في شهر سبتمبر لعام 2017 انضم خيسيوس للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بصفقة بلغت 33 مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات. وظهر خيسيوس للمرة الأولى على ملعب الاتحاد في 21 من نفس العام كبديل لرحيم ستيرلينج في مباراة السيتي ضد توتنهام. ومع ختام الموسم سجل البديل خيسيوس 7 أهداف وصنع 4 آخرين ب11 مباراة شارك بها فقط. وفي الموسم التالي سجل خيسوس ثنائية في مرمى نادي ليفربول في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 للسيتي، ونجح أن يكون ثاني هدافي الفريق بعد أغويرو بأربعة أهداف، إلا أنه تعرض لإصابة أبعدته لفترة عن الملاعب. وبختام الموسم توج رفقة فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي أغسطس لعام 2018 تم تمديد عقده حتى 2023. وفي موسم 2018-2019 ارتدى أخيرا رقمه المفضل وبات على مشارف التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا. وفي الموسمين اللاحقين بدأ خيسيوس يبرز نجمه أكثر فأكثر، لا سيما الموسم الحالي والذي جعله محط اهتمام بعض من كبار الأندية الأوروبية على رأسها باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وغيرها. أما على الصعيد الدولي فقد انضم خيسيوس لمنتخب البرازيل تحت 20 عام سنة 2015، وشارك في كأس العالم تحت 20 عام 2015، وبعد تألقه الملحوظ تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب البرازيل الأولمبي للمشاركة في أولمبياد 2016 والتي فاز بها راقصي السامبا. وفي الأول من سبتمبر لعام 2016 انضم للمرة الأولى للمنتخب الأول وشارك في تصفية كأس العالم 2018، واستطاع الفوز بلقب الهداف بإحرازه 7 أهداف من 10 مباريات شارك بها، ليكون من أول اختيارات المدرب تيتي قائد المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018. ولكن خيسوس لم يحالفه الحظ، فلم يسجل أي هدف طيلة مشوار المنتخب في البطولة، ومع هذا تم استدعاه مجددا للمشاركة رفقة المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا 2019، وبالفعل ساعد فريقه للوصول للمباراة النهائية كي يصنع الهدف الأول لزميله إيفرتون سواريز قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. ومع هذا انتهى مشواره في البطولة بطرد تحصل عليه خلال الشوط الثاني، ومع هذا فازت البرازيل بالمباراة وحققت اللقب التاسع في تاريخها لكوبا أمريكا. لا شك أن خيسيوس واحدا من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي، لما يمتلكه من مهارة وموهبة فطرية تظهر داخل المستطيل الأخضر، فهو من القليلين القادرين على اللعب في أكثر من مركز هجومي ما بين مهاجم صريح أو وهمي أو جناح أو حتى خط وسط مهاجم. وفي كل المراكز ينجح بإظهار مهاراته وقدرته على المراوغة والتمرير والإنهاء الجيد، وهو ما جعل الظاهرة رونالدو البرازيلي يشيد له ويتنبأ له بمستقبل واعد. في الأخير قد يعتبر مشوار المهاجم البرازيلي من القصص الملهمة لصناعة المستحيل، ومع هذا فإن والدته فيرا لوسيا تعد واحدا من الأسباب الرئيسية إن لم تكن السبب الأكبر في وصول ابنها لما هو عليه اليوم. ربما لهذا السبب يطيع غابريل أوامر والدته في كل شيء، لدرجة أنه جعلها المتحكمة في ثروته بأكملها، وهذا ما جعل البعض يلقبه باللاعب ابن أمه، إلا أن تلك الأقاويل لم يكترث لها يوما ما، بل يزداد عشقه وتيمنه بوالدته يوما بعد الآخر، لدرجة أنه اختار رسم وشما لها على جسده كي تكون دائما بجانبه، وعندما يحرز هدفا تكون هي أول ما يتبادر لذهنه، فيرفع يده كما لو كان يمسك هاتفا ويقول جملته الشهيرة: مرحبا أمي.